هاي الكل، اليوم بهذا الفيديو حنجرب خدع من التيك توك، بس هالمرة أكلات مشهورة من التيك توك. يعني حيكون في طبخ، أكل، تيك توك، كل هالمواضيع مدموجة مع بعضها بهذا الفيديو. بس قبل كل شيء اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو، اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين هالسلسلة أكمل بيها. يا بس هيك اكتبوا لي بالتعليقات. خلينا نشوف أول خدعة. اوكي، المفروض تاخذون الرول اب وتحطون بها ايس كريم، الايس كريم اللي انتم تحبوه، وساعتها راح تصير هيك كرانشي، ولما تعضون عليها راح تطلع صوت كلش حلو. ما اعرف اذا هذا الشيء حقيقه ولا كذب، حنجرب هسه سوا. لفيت ودرت ودورت وطرت وحطيت عشان اجيب هذول الرول اب. ذا باور اوف تيك توك، قوه تاثير التيك توك خلت هذول الرول اب سولد اوت ومبيوعين من كل السوبر ماركت. حرفيا لفيت كل دبي عشان الاقيهم. ومثل ما لاحظت، المهم سو لقيتهم، ولكن بس لقيتهم هذول هم نفسهم اللي بالفيديو اللي صار فايرال، سريد ايس كريم، نفس ما بالفيديو بالضبط. شيل هذا هلا. اوكي اخيرا طلعتها، راح ناخذ هسه ايس كريم المانجو. تقدرون تحطون اي ايس كريم يعني انتم حابينها، بس انا حبيت اجرب الخلطه مثل ما شفتها بالتيك توك. اوكي، بعدين تسكرون عليها، المفروض تسكرون، والمفروض انها هسه راح تتجمد وتصير كرانشي. ياي متحمسه اجربها. طبعا حاطه مايك، سو اذا طلع الكرانش راح تسمعون. سمعتوا كرانش؟ اعتقد اني حطيت ايس كريم قليل. اي ثينك بس طيبه. اوكي استنى. صراحه لذيذه، ولكن انا اعتقد ما جربتها صح، صراحه اسوي واحده ثانيه واجربها الصح، لانه لازم كان احط ايس كريم اكثر. هسه ححط كميه كبيره من الايس كريم، اريد اشوف واحس واسمع الكرانش. اعتقد حطيت تو ماتش. يلا نلفها بسرعه قبل ما تتجمد. صارت معنا سندويشه الايس كريم. اريد هذا الصوت يطلع هسه، لازم. اوكي، 1 2 3. واو، صراحه عليك عليك الا. واو، متجنن، قوية. اوكي، صراحة 10 من 10، طعمها يجنن، ولكن عندي تعليق واحد. اسناني وجعوني، يعني اذا اسنانكم تتحسس ممكن تحسون، عدا عن ذلك قوية. نكست، هي الاكلة او الخدعة حرفيا بشوفها بكل مكان. هي البنت اصلا انشهرت لانها بتعمل اكلة عبارة عن تاخذ التوست وتحط عليه كافيار، بعدين اكتشفوا انه الكافيار شركة اهلها، بعدين ما بعرف شو، بس المهم هي بتحلف انه هي اطيب اكلة ممكن تاكلوها. خلينا نجربها، شو خسرانين، كلها توستاية وكافيار. قطعت خبز وحنحطها تتسخن، بس تتسخن برجع لكم. اوكي، تحمصت. أنا خايفة أتسمم لأنه ما بحب ريحة السمك. ناكل؟ إيوة. أوه ماي جاد. الفيديوهات اللي كانت تعملها كذب اكيد عم تعمل دعايه لشركه اهلها او ابوها، لانه يمكن نوع الكافيار اللي انا جبته مو طيب، يمكن شركه ابوها طيب اكثر. اي دون نو، بس صراحه هذا مو لي، يمكن انا ما بحب الكافيار، ما بعرف، بس طعمته ابدا مش مثل ما توقعت. يعني اذا بتشوفوا الفيديوهات اللي هي عم تاكل فيها بتحسوه كثير طيب. هي الخدعه. نكست، هي الخدعه، بدنا هالبينو، وبدنا كمان ساور كريم اللي هي جبنه حامضه، وبدنا دوريتوز. فاذا اكلتوا الدوريتوز مع الساور كريم والهالبينو المفروض انه يطلع معكم اطيب طعم بالدنيا. هلا ما بعرف اذا اطيب طعم بالدنيا، حنجرب حنكتشف انا وانتم اذا هو اطيب طعم بالدنيا، بس هي عم بتقول بالفيديو انه اطيب طعم بالدنيا هو هدول الميكس الثلاثي. يلا نجربهم. صحن، نفتح الجبنه الحامضه. انا في طبع بشع، دائما بحب اشم الاكل، ليش ما بعرف. اوكي، ناخذ شوي جبنه حامضه، نسكر بعدها. لا لازم افتحها، انا امراه قويه.
حطلع شوية هالبينو حطلع بإيدي لأنه هاي علبتي أوكي ما حاعطيها لحدة تاني وإيدي نظيفة بس تأكدوا إنه إذا عملتوا هيك لازم تغسلوا إيدكم لأنه إذا حطيت إيدكم على عينكم ساعتها بتنعموا هو بتنعموا بس تقريبا بتنعموا. حانت لحظة الحقيقة سو رح ناخد التشيز ورح نحط عليه شوية جبنة وهالبينو شايفين شكله؟ شكلها بيشهي بسم الله. واو 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 بتجنن. اقيمها 8/10 لانه انا ما بحب الاكل الحار. احس الشخص اللي بحب الاكل الحار حيقيمها 10/10 بس انا ما احب الاكل الحار ولكن جدا لذيذه لذيذه. نكست رابع خدعة بتقلك إذا أخذت الخيار وحطيته بالسكر وأكلته المفروض إنه طعمته تكون مثل طعمة البطيخ الأحمر. أنا بحب الخيار والبطيخ فبحس هاي الخدعة حتوفر فلوس علي. ليش؟ لأنه بشتري خيار لما بيجي على بالي بطيخ بطيخ بس ما بعرف إذا بتشتغل أوكي بس هنجربها هلا. عندي هون خيار وعندي نوعين سكر مشان ما في حجة في سكر أبيض وفي سكر أسمر. أول شيء حأحطها بالسكر الأبيض أوكي عبيتها كليا. اوكي نجربها مع هون. شوفوا هي الخدعة السحرية مثل السحر. هلا شوفوا مش 100% مثل البطيخ الأحمر ولكن لأنه الخيار هيك فيه مي من جوا والبطيخ فيه مي فلما الخيار بالمي مع السكر بيعطيكم نفس طعم البطيخ يعني مش نفسه نفسه بس تقريبا 7% بيشبه طعم البطيخ 6% بيشبه طعم البطيخ ولكن أنا بقول روحوا جيبوا البطيخة الحقيقية كلوها ساعتها ما بتاكلوا سكر سيء يعني بحس إنه هي الخدعة اللي ما بيهمهم مستوى السكر بدمهم لانه هذا السكر يعني كثير سيء للصحه فيعني ما بنصحكم تاكلوه فجيبوا بطيخه عاديه وكلوها اذا ما بتحبوا هيك يعني اذا بتهتموا بصحتكم. نكست هلا هي الوصفه رح توفر عليكم انكم تعملوا كيك لانه حعلمكم تعملوا كيك هيك هلا مش حعلمكم بس حاتبع اذا زبطت معناتها انا علمتكم هي الخدعه. شو هي؟ كيكه البينات باتر. المهم انه هي عم بتقول هون اذا اخذتوا زبده الفول السوداني مع سكر و بيضة حطيتهم بالمايكروويف لمدة دقيقة حيطلع معكم هيك مثل مافن كيكة صغيرة شيء كتير طيب. يلا نجربها. طبعا أنا حطيت هون السكر هلأ حأخذ بيضة واحدة وحأدمجها كتير منيح يعني تكون صفرة لونها بعدين حأخذ البينات باتر حاخد ملعقة كبيرة من الفول السوداني. شايفين السكر تحت فوق البينات باتر وهسه حاخد البيضة وحاحطها فوقهم. اوكي حنحطها بالمايكرويف لمدة دقيقة ولكن حسب المايكرويف اللي انتم تستخدموه سو بعض المايكرويفات بدهم وقت اكثر. حان وقت التذوق. بعرف انه قلت اتركوها بالمايكرويف لدقيقة بس اخذت معي 5 دقائق لتوصل لشكل غريب صراحة بس المهم المفروض انها تطلع طيبة صراحة الشكل ابدا ما يشجع ابدا ما يشجع الشكل. اوكي يلا بسم الله. او ماي جاد يا لا او ماي جاد ناكل خيار من غير طعم صراحه هاي الخدعه فاشله وممكن تحرق ايدكم والاكله مو طيبه. اذا تحبون البينات باتر كلوها لحالها حطوا زبده فول سوداني على توست وكلوها. من شنو تشكي؟ ليش تجون تخترعون براسي اكلات وهي مو ضابطه؟
وصلنا لنهاية الفيديو. صراحة هذا النوع من الفيديوهات وهي السلسلة هي سلسلة مفضلة عندي، لأنه أنا دائما أحب أجرب أشياء جديدة، وأحس إنه بسبب هالفيديوهات كثير عم بجرب أشياء جديدة معاكم، وأنتوا عم بتحبوا هالسلسلة. إذا ما شفتوا الفيديو الماضي اللي سويته من هالسلسلة روحوا شوفوه، لأنه جربنا السوشي الأوريو، وكمان قبلها جربنا سندويشة الأندومي. يعني دائما نجرب أكلات جديدة. أي وصفة حسيتوا هذا الفيديو هي هيك الوصفة البوم فيه. صراحة أني حبيت الآيس كريم مع الرولر يو نو هاي هاي كانت ماي فيفورت. 10 من 10 تجنن. بس دير بالكم على اسنانكم. اني نور ستارز، احبكم خيرات الله، واشوفكم وين وامتى بالفيديو القادم ان شاء الله.